انتوا مع قصة حبهم مع جيهان عبد الله، وحلقة خاصة عن الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز على نجوم FM. وفاة الأب والأم موقف صعب جدا على أي شخص، وبالذات لو كان الفرق ما بينهم بس شهرين ونص. احنا طبعا بنتكلم على وفاة النجم الكبير سمير غانم، وبنتكلم على الفنانة النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز اللي توفت بعد سمير غانم بشهرين ونص فقط لغير. اكيد احنا بنعزي دنيا سمير غانم وامي سمير غانم، موقف صعب جدا 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 عليهم. ربنا يرحمهم، نجوم كبار كلنا بنحبهم، وذكراهم هتفضل خالدة معانا في قلوبنا وبأعمالهم وبفنهم اللي أكيد لا يختلف عليه اتنين. لكن ردود الأفعال كانت الحقيقة كانت الفاجعة كبيرة جدا، وردود الأفعال كانت كلها حزن وأسى من جميع الفنانين ومن جميع المصريين والوطن العربي. إيمي سمير غانم كان رد فعلها إنها نشرت صورة لوالديها الراحلين بعد وفاتهم من خلال السوشيال ميديا، وكتبت رب يرحمهما كما ربياني صغيرة. أما دنيا سمير غانم فكان نعيها مختلف حبتين، وكتبت عن والدتها الفنانة الراحلة من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور إنستغرام قائلة: ما عنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي. أنت علمتيني الرضا وأنا راضية، وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله. وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله. أنا مش زعلانة لأنك عارفة أنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف ومع بابي حبيبي، لأنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكوا في الدنيا. أنا بس غصب عني بفضفض عشان أنتوا هتوحشوني قوي، بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم وبيصبرني. ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبيبي يا أغلى الناس. ربنا يرحمهم جميعا، أكيد دعوة من قلوبنا، ويصبر قلب إيمي ودنيا. فرق الأب والأم حاجة ما تتعوضش. كان عندنا حلقة من قصة حبهم في شهر رمضان اللي فات، كانت بتتكلم على بدايات قصة الحب ما بين النجم الكبير سمير غانم وما بين النجم الكبيرة دلال عبد العزيز. مشوار قصير حكيناه، لكن هو مهم جدا، من بداية إزاي تعرفوا على بعض لحد ما كملوا لحد آخر لحظة، وحتى نهوا حياتهم مع بعض. خلونا نسمع قصة حبهم، خلونا نتعرف على المشاعر الجميلة اللي كانت ما بينهم، تدوها مع بعض ونهوها مع بعض. خلونا نعرف إزاي كانوا مترابطين وإزاي الحياة قربتهم من بعض أكتر وأكتر. وأكيد نتمنى أنتوا تستمتعوا معنا بحلقة قصة حبهم لسمير غانم ودلال عبد العزيز. انتوا لسه مع قصة حبهم مع جيهان عبد الله، وحلقة خاصة عن الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز على نجوم FM. الحقيقة لو هنعمل كتاب كيف تصطادين عريسا، مش هتلاقي مرجع أحلى ولا ألطف من قصة جواز سمير غانم ودلال عبد العزيز، اللي بقت أشهر قصة حب في الوسط الفني بسبب تصريحات سمير غانم اللي فاضح دلال في كل برنامج، وهو دايما بيقول لهم هي اللي فضلت تجري ورايا لحد ما اتجوزتني، إنما أنا ما اتجوزتهاش. بدأت الحكاية من ورطة سفر الفنانة آثار الحكيم والتدوير على بديلة ليها لبطولة مسرحية أهلا يا دكتور اللي بيعملها سمير غانم طبعا، لحد ما في يوم قال له جورج ستهم: بقولك ايه يا سمورة، عندي بنت جديدة شطرة جاية من الزقازيق اسمها دلال عبد العزيز، بتصور معايا مسلسل، تحب تشوفها؟ وفعلا راحت دلال عملت بروفة في المسرحية وتوافق عليها. وبيقول سمير غانم من وقتها بدأت تركز في حاجتين، في المسرحية وفيا. بس دلال بتقول ان سمير بيستهبل وانه كان بيتنحنح معاها وبيخرجوا مع بعض بعد المسرحية ويجيب لها ورد وهدايا، وده اللي خلاها تقرب منه. معجبات سمير غانم في الوقت ده كانوا ولا معجبات رشدي أباظة في زمنه، بنات رايحة وبنات جاية، وسمورة عايش حياته معاهم، بس على مين؟ دلال كانت له وليهم بالمرصاد. وهبت دلال حياتها في السيطرة على شقاوة سمير غانم وتبويظ كل مغامراته النسائية، لدرجة إنها كانت بتلف ورا بعربيتها في كل مكان يروحه من غير ما يشوفها، وتقفشه كل قفشة وقفشة وبرضه ما بيرحمش.
ولما زهق منها وبقى بيتشقى جوه البيت، كانت بتبات في عربيتها تحت بيته عشان تشوف مين طالع ومين نازل. ومرة فؤاد المهندس كان بيجرب عربيتها الجديدة واتخض لما لقاها عاملة 12,000 كيلو، وقال لها أكيد في 11,000 كيلو بس لف ورا سمير غانم. وبتحكي دلال مرة إنها حست إنه بيكلم بنت جديدة في التليفون ولسه بيتعرف عليها وبيتفقوا يتقابلوا، وفضلت تدوحر تدوحر وراه لحد ما عرفت هيقابلها فين وإمتى، وقالت له إن عندها تصوير في الوقت ده، وهو اطمن بقى إنه هيقابل البنت من وراها براحته. وفجأة طبت عليه دلال قبل الميعاد بدقائق وارتبك جدا من وجودها، وعمال بيسألها بكل توتر يا دلال انتي ايه اللي جابك، انتي مش عندك تصوير؟ وفجأة جت البنت اللي هيقابلها، والحظ الوحش طلعت البنت شكلها وحش قوي ونهار الدلال من الضحك، وهي بتقوله طيب اسيبك بقى لمعادك يا سمورة، وهو يمسك فيها ويقول لها بكل قهر لا يا دلال ما تمشيش، اقفي معايا في الموقف ده، طب مشيها بقى، طب مشيها طيب قبل ما تمشي يا بنتي، سمير غانم ده مش بتاع جواز، ما تتعبيش نفسك. دي الجملة اللي كانت بتسمعها دلال من كل أصحاب سمير غانم، زي جورج سيتهم وفريد شوقي وعبد المنعم مدبولي اللي دخلت معهم رهان إنها هتتجوزوا، يعني هتتجوزوا. وبعد كل محاولات سمير غانم من الفلسعة مرة بحجة إنه مش بتاع مسؤولية وخايف يظلمها معاه، ومرة بحجة فرق السن اللي بينهم اللي بيوصل لحد 20 سنة، ومرة تانية بحجة إنه خايف الجواز ياخده من الفن، وكل مرة دلال تقوله أنا راضية أنا راضية برضو. وبعد 4 سنين اتجوزوا أخيرا وكسبت دلال الرهان. دلال كانت شايفة الجوازة إنهم وصلوا لقمة الحب، وسمير كان شايف الجوازة بمنطق تاني خالص، منطق الشخص اللي عايز تخلص منه طردته اتجوزه. أي ست بيت لو باظت منها أكلة هتطلب دليفري، إنما دي هتبقى مشكلة لما تكوني مرات سمير غانم، عشان هيطلع يفضحك في كل البرامج زي ما فضح دلال لما عملت له ملوخية صفرة، ودلال تطلع تدافع وتقول والله ما وصفتي دي وصفة ميرفت أمين، وميرفت أمين تتبرى منها وتقول هي اللي عملتها غلط، وتبقى مغامرة دلال عبد العزيز في المطبخ حديث أي برنامج تطلع فيه بسبب سمير غانم اللي بيطلع بيستغيث وبيقول انقذوني منها دي بتأكلني طحالب يا عالم. بس لو جينا للجد بقى، سمير غانم اتجوز قبل دلال مرتين، أول جوازة قعدت 2 شهر والتانية كانت 1 أسبوع. جوازات تحسها كده هزلية زي شخصيته، وما كانش يتوقع أبداً إنه هيتجوز جوازة تقعد 37 سنة، وبيقول إنه فعلاً ما كانش يتخيل إنه هيبقى البني آدم الوفي المخلص لمراته وأسرته لدرجة إن أول بنت سموها دنيا، لأنه كان عايز يرصد حالة التغيير اللي حصلت له، فبقت دنيا سمير غانم. 20 سنة فرق السن اللي بين سمير ودلال، واللي كان شايفه سمير عيب قبل الجواز بقت ميزة مهمة بعد الجواز، لأن مع الزمن بقى مسنود على دلال اللي مسميها رئيسة مجلس إدارة البيت، لأنها مسؤولة عن كل حاجة في البيت من أول جوازات البنات لتغيير الأنبوبة، وهي ممثلة عائلة سمير غانم في العزاءات لدرجة إن سمير غانم مسميها عزاء عبد العزيز. فلسفة الجواز البسيطة تقدر تسمعها من سمير غانم لما المذيعة سألته بكل وقار أستاذ سمير إيه هو سر استمرار جوازك من دلال عبد العزيز 37 سنة؟ قال لها السر إني بكبر دماغي باخد حبوب الطناش. فقالت له يعني إيه تقييمك لتجربة الجواز؟ قال لها بصي هي غلطة بس أجمل غلطة. كنتم مع قصة حبهم مع جيهان عبد الله، وحلقة خاصة عن الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.